السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن منافسات بداية الموسم، وهذا السباق المحلي الثاني الذي سيستمر بإذن الله على مدار 10 أيام متواصلة بداية من هذا اليوم السبت 24 من شهر سبتمبر لعام 2022. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 30 شوط، البداية مع أشواط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ عددها 15 شوطا، ثم تليها مباشرة أشواط الإنتاج لأبناء القبائل الأشواط العامة وهي أيضا 15 شوط، فيما نستأنف في صباح الغد أشواط الحقائق أيضا الأشواط المفتوحة لهجن أبناء القبائل. إذن هذا السباق المحلي الثاني حافل بالمنافسات وبالإثارة. كل الشكر والتقدير لإخواني القائمين على تنظيم هذا السباق وهذا الميدان، ميدان التحدي، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. كما نرحب بكل المشاركين مع انطلاقة أول أشواط هذا السباق المحلي الثاني على الهواء مباشرة. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب دائما التوفيق والسداد والنجاح والفلاح. انطلق مشاهدين الأعزاء رئيسي الحقائق المفتوح لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، هذا هو الشوط الرئيسي، مشتريات وإنتاج لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. والمقدمة مباشرة أذكر بمسافات هذا اليوم وهذا السباق المحلي هي 3 الكيلومترات، وهذا هو المحك الحقيقي. المقدمة مع الفاتنة من هجن المرقاب مع المضمر بدر بن سليمان المعسكري، يتابع الفاتنة على المركز الأول أو المسكري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم فيه الواعية لهجن أم الزبار مع نجم المضمرين جابر بن علي النجم. ننتقل للمركز الثالث، من تسللت وتقدمت من الجانب الآخر هنا مزنة لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن بريك، تليها اللي دخلت أيضا على المركز الثالث ضيل من هجن المرقاب مع خميس بن سعيد الزرعي، يتابعها في التضمير والمركز الخامس. أيضا هجن المرقاب مع الوسمية بدر بن سليمان المسكري. هذه النتيجة وهذا هو نداءنا الأول، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. الفاتنة على المقدمة تقود كل هذه الأعداد الهائلة في هذا الشوط المفتوح. هجن المرقاب بثنائية مع الفاتنة على المركز الأول ومع الضيف المركز الثاني، هجن المرقاب تسيطر ايضا على الثلاثية. يا سلام يا سلام، هجن سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جابر آل ثاني احد الداعمين بالمشترى وبالانتاج في لهذا الشعار الازرق المميز يحتل 3 المراكز الاولى، بينما المركز الرابع يصل شعار هجن ام الزبار وانتاجه ايضا المميز في الاشواط المفتوحة. اول المتسللات الى المقدمة طار الضي لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد الزرعي على مقدمة الشوط الرئيسي، بينما الفاتنة على المركز الثاني وتصل على المركز الثالث الوسمية جميعهن لهجن المرقاب، بينما المركز الرابع تسللت الغزيل. أول نداء لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة. المركز الخامس أيضا هجوم عنيف لشعار هجن إنتاج أم الزبار، وصلت يا كمبيوتر الشحانية عهد لهجن أم الزبار مع نجم المضمرين. أيضا هنا دخول جديد وتسلل من قبل مشعلة لهجن سيح السلم من ضمرها احمد بن سلمان بن رشيد على المركز الخامس، انتقلت الى الثاني مباشرة. الله
الله ولع هذا الشوط مبكرا. الكيلو متر الاخير يا مضمرين، هجن سيح السلم وهجن المرقاب ومعركة رئيسي الحقائق المفتوح في اول ايضا ايام المحلي المحلي الثاني. هجن ام الزبار تصل وهجن الشحانية، هجن الشحانية وصلت بلاغ، وصلت في هذه اللحظات شقرة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الاول. غير المشاغب تسلل مع شعار هجن الشحانية، هجن سياح السلم مع المركز الثاني، هجن المرقاب تصل مع الوسمية، الوسمية على المركز الثالث. رئيسي الحقائق اين يتجه مع هذه المعمعة، مع هذه ايضا المنافسات، ولكن بالرشيد. هجن سياح السلم، هجن سياح السلم تسللت في هذه اللحظات مع مشعلة، مشعلة 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 والوسمية، الوسمية ومشعلة، ولكن المرقاب تثبت بأنها الأقوى، تثبت بأنها حاضرة في الأشواط الرئيسية، ولكن عادت هجن سياح السلم، عادت مشعلة والوسمية، مشعلة والوسمية، لا والله مشعلة أو الوسمية، معركة 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 في الرئيسي في شوط الرئيسي المفتوح. يا سلام هجن سياح السلم، مشعلة أشعلت المنافسة لتنتزع الشوط المفتوح. سلام لمشعلة، سلام سلام لهجن سياح السلم، سلام. تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثاني. الوسمية لهجن المرقاب مع بدر بن سليمان المسكري المركز الثالث. هجن الشحانية مع شقرة ونضمر محمد بن خالد العطية المركز الرابع. هجن المرقاب المركز الرابع لهجن المرقاب، المركز الخامس ايضا لهجن المرقاب. تهانينا والناموس لهجن سيح السلم على انتزاع مشعله لرئيسي الحقائق البكار المفتوح في اول منافسات هذا السباق المحلي الثاني. تبدع هجن سيح السلم، سلام لمشعلة، سلام ولهجن سيح السلم، سلام. والتهاني للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. كانت المعركة طاحنة حتى الأمتار الأخيرة، كان أيضا الفوز فوت وفنش، ولكن مشعلة هي من حسمت رئيسي الحقائق. ما قصرت هجن أيضا المرقاب، قدمت عرض تشكر عليه، ولكن مشعلة قطعت المسافة في توقيت زمني مميز، 4:27، 91 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن سياح السلم، وتهانينا يا بن رشيد، تهانينا لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثاني اللي وصلت الوسمية، قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 4:28، جزء واحد من الثانية. التهاني لهجن المرقاب ولي مالكها سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جابر آل ثاني. تهانينا لمضمر الوسمية بدر بن سليمان بن محمد بن ربيعة المسكري. تهانينا أيضا للمركز الثالث اللي وصلت فيه شقرة، 4:31، 49 جزء من الثانية. تهانينا للهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. كان شو